بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف وفقه الله تعالى: حكم أهل الكبائر في الآخرة. قول المؤلف رحمه الله: حكم أهل الكبائر. وذلك أن المعاصي نوعان: كبائر وصغائر. والكبائر هي على ما عرفها بعض العلماء بقوله هي ما توعد على ما توعد فاعله بحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، وما ليس كذلك فيعتبر من الصغائر، علما أن الكبائر متفاوتة، وأكبرها الشرك بالله، ثم ما يليه من الكبائر كلما عظم الذنب عظم الجزاء والعقوبة على هذا الذنب. والصغائر كالأشياء اليسيرة، الكذبة اليسيرة، وأخذ المال اليسير جداً، وهكذا من العقوبة من الأموال البسيطة، هذه تسمى صغائر. والنظرة البسيطة هذه تسمى صغائر. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. المراد بالسيئات هنا الصغائر التي يكفرها الله جل وعلا بالتوبة منها أو بالأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يكفر بها الأعمال السيئات الصغيرة. وأما الكبائر فلا بد من عقوبتها في الدنيا أو التوبة الصادقة منها، ومن تاب من الذنب تاب الله عليه. حكم أهل الكبائر في الآخرة وقوله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. هذه العبارة موهمة رحمه الله لأجل السجعة. وأهل الكبائر من أمة محمد في النار، لو وقفت على هذا ما صح، لكن قوله في النار لا يخلدون هذا صحيح، يعني أهل الكبائر لا يخلدون في النار، لا يحكم بأن مآلهم النار، وإنما مآلهم الجنة إن تابوا وأنابوا غفرت له، وإن لم يتم منها فإنه يعذب عليها ويخرج من النار ويدخل الجنة. أصحاب الكبائر من المسلمين، وهم الذين ارتكبوا بعض الذنوب الكبيرة، والذنوب فيها كبائر وصغائر على الصحيح.
على الصحيح من قولي العلماء أن الذنوب ليست على حد سواء، بل فيها كبائر وفيها صغائر، والكبائر يكفرها الله جل وعلا بالتوبة منها، والصغائر يكفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة وإن لم يتب منها العبد، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وعد جل جل وعلا باجتناب الكبائر أن تكفر السيئات الصغائر. وقال سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هي الأعمال السيئة الصغيرة، هذه لو لم يجتنبها المرء فإنه متوعد بالثواب الجزيل في صدر الآية. واللمم هي الصغائر كالنظرة المحرمة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللمم هي الصغائر. إن تجتنبوا كبائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم الصغائر، اللمم إن لم يجتنبها العبد إنه قد يتوب الله عليه منها ويغفرها له، وإن لم يتب منها. بخلاف الكبائر فالله جل وعلا وعد بأنه لا يغفرها إلا بالتوبة منها. عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا كان بهذا الشكل، الزنا بما جاء في هذا الحديث، زنا العين النظر، إذا كان نظره محرم فهو زنا، لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة. زنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، المنطق قد يتكلم بكلام سيء يؤاخذ عليه العبد، لكنه لا يصل إلى حد الزنا الفعلي. والنفس تتمنى وتشتهي، النفس تود ذلك ولكن قد تفعل وقد لا تفعل، فإن فعلت كتب عليها الزنا، وإن لم تفعل فالله جل وعلا يتجاوز عن ذلك. والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. الفرج يصدق ذلك فيقع في الزنا أو يمتنع عن الزنا فيكذب هذا التمني فلا يقع عليه. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ومن قال إن الذنوب كلها كبائر باعتبار أنها لا يستهان بشيء منها، إن أراد هذا المعنى فهو حق ولو كانت مما يعد من الصغائر. أما إن أراد أن الذنوب كلها كبائر فليس بصحيح. بعض العلماء رحمهم الله يقول: كل عمل سيء يعتبر كبيرة، يعتبر كبيرة، فنقول له: هل هي
باعتبار واحد شيء واحد، إنسان نظر إلى امرأة لا تحل له، وإنسان زنى بهذه المرأة، لا ليس على حد سواء، ليس على حد سواء. فالكبائر والذنوب تختلف، وإن قلنا إن كل الذنوب لا يستهان بها فنعم صحيح، لا ينبغي للعبد أن يستهين بمعصية من المعاصي، ولا يجوز أن يقول هذا بسيط، الناس واقعون فيما هو أعظم وأشد. نقول لا، ما في الذنوب بسيط، الذنوب عقابها وعذابها أليم، فلا يجوز للمرء أن يستعين يستسهل معصية من المعاصي، بل عليه أن يحذرها. قد يقع المرء في الذنب اليسير فيجره إلى الذنب الكبير، فلا يجوز للمرء أن يستسهل المعصية. لكن إذا قلنا إن الذنوب عقابها سواء، كلها كبائر، لا ليست على حد سواء. فواحد مثلا يتكلم كلام سيء ويسب هذا ويأكل مال هذا، هل هو ممن يتكلم بكلام أقل منه ضررا يعتبر مثله؟ لا ليس مثله. ومن قال إن الذنوب كلها كبائر باعتبار أنه لا يستهان بشيء منها، إن أراد هذا المعنى فهو حق، ولو حق في أنه لا ينبغي أن تستهين أيها العبد المعصية، لأن المعصية وإن كانت هينة قد تجرك إلى ما هو أفظع منها وأعظم إثما. إن أراد هذا المعنى فهو حق، ولو كانت مما يعد من الصغائر. أما إن أراد أن الذنوب كلها كبائر فليس بصحيح. ليس بصحيح أن نقول أي معصية تعتبر كبيرة، هذه كذبة يسيرة. وعد الأم كما قيل، وعد الأم ولدها بأنها ستكافئه وتشرط له وتعطيه شيئا ما، هل نعتبر هذا كبيرة من الكبائر؟ هذا كذب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النهي. لكن إذا وعدته أمه أنها ستكافئه، أو الوالد يعد الولد بأنه إذا اجتهد في دروسه فإنه سيكافئه، ثم يجتهد ولا يكافئه، هل نعتبر هذه كبيرة من كبائر الذنوب؟ كذبة، هي كذبة بلا شك، لكن ليست كالكذب الذي فيه ضرر عظيم. وقد اختلف الناس في حد الكبيرة اختلافا كثيرا، وذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء وفي مدارج السالكين أكثر أو جميع أقوال الناس في ضابط الكبيرة، وضعف كثيرا منها، ضعف كثيرا منها، قال هذه ليست كبيرة ولا يصلح أن تكون كبيرة، وإنما تستحق العقوبة من الله جل وعلا إن لم يتجاوز العبد، هي تستحق العقوبة، لكن لا يصح أن يقال عنها كبيرة. والذين عرفوا الكبيرة منهم من عرفها بالحد، ومنهم من عرفها بالعد، فقالوا الكبائر من عرفها بالحد قال الكبيرة كذا وكذا حدها، كما سيأتينا في حق المرء إذا وعده وتوعده الله جل وعلا بكذا فهذه كبيرة، إذا توعد على ذلك بالنار، إذا توعده بالضرب والجلد، إذا توعده بشيء من الأمور، وإذا كانت أقل من ذلك فلا تعتبر كبيرة، هذا قول. القول الثاني أن الكبيرة
عرفها بعض العلماء بالعد دون الحد. قالوا مثلا الكبائر سبع، اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا العشر المهلكات، اجتنبوا كذا، هذا عدد وليس بصحيح، وإنما الصحيح أن يكون المجتنب بفعل سيء مكروه يجب اجتنابه. بعضهم عرف الكبيرة بالحد، بعضهم عرفها بالعد يعني بالعدد. قال الكبائر سبع، اجتنبوا السبع الموبقات. والذين عرفوا الكبيرة منهم من عرفها بالحد ومنهم من عرفها بالعد، فقالوا الكبائر سبع أو تسع أو سبعون. وأحسن حد للكبيرة أنها كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو توعد فاعله بلعن أو غضب أو نار أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولى بتعريف الكبيرة. الكبيرة ما توعد عليه بحد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، هذا متوعد عليه بحد في الدنيا، أو توعد الله جل وعلا عليه بعقوبة في الدار الآخرة نهى عنه وحرمه، كأن يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود، ولا من شق الجيوب، ولا من دعا بدعوى الجاهلية. هذه من الكبائر، وإن لم يترتب عليها حد في الدنيا. ليس منا، إن لا أحب الظالمين، لا أحب المعتدين، وهكذا هذا حد عقوبة وعجزاء في الدنيا. ومثال ما رتب عليه الحد في الدنيا السرقة، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. شرب الخمر ترتب عليه حد في الدنيا، والزنا ترتب عليه حد في الدنيا، كل هذه أمور محرمة في الدنيا وعليها العقاب، فهي كبائر. ومثال ما لعن فاعله قذف المحصنة، قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يعني رمي المحصنة بالزنا ونحو ذلك هذا محرم وعليه عذاب في الدنيا والآخرة، عليه عذاب في الدنيا وعليه عذاب في الآخرة، لأنه رمى المحصنة، سبها أو نال منها أو نال من عرضها، هذا لا يجوز، فهو محرم، وهذا متوعد عليه بالعقوبة والعذاب الأليم في الدار الآخرة، فهو حينئذ من كبائر الذنوب. ومثال ما توعد فاعله بالغضب التولي يوم الزحف، قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هذا الفرار يوم الزحف، فرار المسلم من قتال الكفار يوم يجتمع الصفان المسلمون والكفار، إذا فر المسلم فالفرور، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. قد يقول قائل: ما حدد للفار شيء، ما قيل إذا فر المرء يوم الزحف عليه فيجلى 80 جلدة أو أكثر أو أقل؟ لا، يقول: ما رتب عليه، لكنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، وهذا الوعيد يستدعي العقوبة الشديدة. ومن يولهم يومئذ دبره، يعني يخرج للقتال في سبيل الله ثم يهرب عن القتال،
هذا يفت في عضد المسلمين ويرجعون إلى أعقابهم ويغلبهم الكفار. وإنما على المرء أن يثبت حتى وإن كان العدد قليلاً بالنسبة للمسلمين والعدد كثيراً بالنسبة للكفار، فلا يجوز التولي يوم الزحف يوم القتال إلا متحرفاً لقتال أو متحيداً إلى فئة، كأن يكون في الصف يميناً فينقلب إلى الصف اليسار مثلاً، متحرفاً لقتال أو متحيداً إلى فئة أخرى من فئات القتال، يعني يهرب من هؤلاء ويلجأ إلى أناس آخرين يقاتلوهم. قد باء بغضب من الله، الغضب من الله أمره شديد وهو كبيرة من كبائر الذنوب، أن يقول الفرار يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. ومثال ما توعد فاعله بالنار أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز، لأن الله جل وعلا توعد آكل مال اليتيم بالنار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا دليل على أن أكل مال اليتيم كبيرة من كبائر الذنوب. ومثال ما توعد فاعله بالنار أكل مال اليتيم، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومثال ما نفي عن صاحبه الإيمان الزنا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني، هذا دليل على أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، حيث نفى الله الإيمان عن الزاني بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم وكونه جعل له حد، جعل له عقوبة الزنا، وهي الجلد 100 جلدة للزاني البكر والزاني المحصن الرجم، وهكذا. ومثال ما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا دليل على أن الغش محرم بقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ليس من المسلمين. هذا وعيد شديد، والله جل وعلا رتب عليه هذا الوعيد، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذه من النياحة، والنياحة محرمة، وهي من الكبائر بهذا الحديث. والكبائر نفسها متفاوتة، ليست على حد سواء، بل بعضها أكبر من بعض. نعم، لأن الكبائر تتفاوت. الكبائر مثل السارق الذي يسرق 1000 ريال، أو السارق الذي يسرق 10 ريالات، أو السارق الذي يسرق 100,000 ريال، هذه متفاوتة. وكذلك الجرائم التي تحصل من العبد، والشرك متفاوت. الشرك أعظم الذنوب، لأنه بخس حق الله جل وعلا. بل بعضها أكبر من بعض، حتى تنتهي الذنوب إلى أكبر الكبائر وهو الشرك. ومن الأدلة على هذا
حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. سبقتاً عليه صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كرر: وشهادة الزور، وشهادة الزور، وشهادة الزور. فشهادة الزور كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من أعظم الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله، هو أكبر كبيرة وجدت في الأرض الإشراك بالله، لأنها صرف حق الله جل وعلا لغيره. ثم يلي هذا الزنا، ثم يلي هذا شهادة الزور والكلام المحرم في الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك حتى قلنا ليته سكت، شبقة عليه صلى الله عليه وسلم لئلا يتعب من كثرة التكرار. وبهذا يتبين أن النهي أبو بكر رضي الله عنه غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا أبو بكر لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وامتنعوا وتصلبوا ورأوا أن الامتناع خير لهم وهو شر، امتنعوا، جاء أبو بكر رضي الله عنه ووضع بكرة على الجدار ونزل عليها مثل المحالة، مثل الشيء الذي ينزل فيها شيئا فشيئا ولا يسقط. نزل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني نزلت مسلما وأنا رقيق لبني فلان. قال: أنت عتيق الله. فلما جاء سياده قالوا: يا رسول الله، أبو بكر رقيق لنا، ملك لنا. قال: هذا اعتقه الله جل وعلا، فهو دخل في الإسلام باختياره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دخوله في الإسلام عتقا له فاعتقه، فقال: عتيق الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه معروف. وبهذا يتبين أن النهي المجرد يدل على التحريم، فإن ورد فيه تغليظ فهو كبيرة. فأما الذنوب الصغيرة فمثل ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، ومثل سرقة الشيء الحقير الذي لا قطع فيه، ومثل كذبة الأم على طفلها إذا قالت: تعال أعطيك كذا، ثم لا تعطيه. فهذه الصغائر جاء في النصوص أنها تكفر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر، كما في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لا، على أن اجتناب الكبائر تكفر الصغائر، تكفر الصغائر بالصلوات الخمس والأعمال الصالحة، ويبقى المسلم سليما من هذه الذنوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتنبت الكبائر، قيل إن هذا شرط في تكفير الصغائر، فلا تكفر الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر. ومنهم من قال إنها تكفر ما بينها إلا الكبائر. أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة النصوح،
أو بالحدود المقدرة، فإن الحدود كفارات لأهلها، أو برجحان الحسنات، فقد يكون للعبد حسنات عظيمة ترجح بما عليه من سيئات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.